بيقول لي انك انت ناديتني بما تعرفه، صح، وانا اعرف اسم الله، صح، نجا يعني ندى بمعرفة الله. هو مولانا العارفون بالله، شنو تختلف عن شيخ الإسلام؟ أو كلمة شيخ الإسلام يعني شيخ في الإسلام، في علم واحد ولا العلوم كلها؟ لا، في أي علم إن شاء الله يكون في علم واحد ولا في 100 علم، بس ترتيبه في الإسلام. مش معناها شيخ الإسلام يعني إن ما فيش حد، إن الإسلام هو فوق الإسلام، لا، معناها شيخ في الإسلام. كم شيخ قبل منه؟ صح، وهيجي بعد منه كتير، ومثل أبو حامد الغزالي حجة الإسلام أو غيره. حجة الإسلام ليه؟ لأنه وقف ضد المناطق وضد الجماعة. يعني هو بيقول أنا عاشرت المحدثين وعاشرت اللغة وعاشرت علماء الشرع، لقيت أفضل ناس اللي هم الذاكرون الله. ده كان زين. المنقذ من الضلال. والحبر الجهبذ. الحبر والحبر. الحبر والجهبذ. والجهبذ. ما أعرف الجهبذ يعني، إنما الحبر. ذكي يعني؟ الحبر اللي هو أصلا من علماء النصارى، علماء اليهود الأحبار. وجاي بسبب ان الحبر يكتب به كثيرا، صح، والمداد. والرهبان هم الذين شرعوا لانفسهم الرهبانيه. ربنا قال ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. لكن القس هو القش، يعني قش العلوم، صح. فهو العالم لديه من العلم الكثير، ودول لذلك النصارى قالوا القس. والقس مفرد جمعها قساوسة، والقس قسيسين، كويس، وقسس. وقس هو ابن الساعدة الإيادي، ينطق بضم القاف، الخطيب الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ قبل البعثة. بيقول ايه؟ فخذوا العلم عن اعلامه واطلبوا الحكمة من الحكماء. انا عندي سؤال، انا بس بدي اعرف دلوقتي يعني ان الاخبار حين ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر رسول الله داروا الحقيقة عن لمصلحة دنيوية أو مصلحة أو الحق. لا أبدا، ده ربنا اللي داروا الحقيقة للتوراة. التوراة ربنا هيأهم لكده، زوى الأرض فجمع منها أهل الكتاب، فجلسوا على نواحي الأرض يبشرون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من هؤلاء بحيرة، وقالوا نسطورة، ومنهم قيس بن ساعد الإيادي، منهم ورقة بن نوفل، أول من قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الناموس الذي كان يأتي الأنبياء قبلك ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. تفضل. نعم، هذا هو الحقيقة يعني، وضح الكلام بلا شيخ رمضان. أيوة. حتى نسجل، حتى يعني مطلوب عليهم حتى فيما بعد يعني. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فأهل الكتاب يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامه. منها أن بحيرة عرف أن الشجرة دي لا يجلس تحتها في هذا الوقت إلا نبي. نعم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عند أمتعة وبضائع القرشيين يحرس، فقال لهم أفيكم أحد قد غاب؟ قاموا قالوا له غلام عند أمتعتنا. قال علي به، هو عامل الوليمة ليه هو. نعم. قام هو لما جه نظر بين كتفيه فرأى خاتم النبوة. نعم. فقال من أبو والد هذا الغلام؟ فأبو طالب قال له ابني.
قال له كذبت، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حي. قال له ابن أخي، قال له صدق. قال مات أبوه وأمه حبلى به، قال له صدق. قال له ارجع به إلى مكة إني أخشى عليه اليهود. هذا هو النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم. وبرضه سلمان الفارسي لما جه قدم لهم التمر فقال هذا صدقة مني، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا أنتم. فجالوا ثاني يوم بتمر قال هذه هدية مني إليكم، فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعدين سلمان خلاه في جنازة وقاعد يلف حولنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ففطر الرسول صلى الله عليه وسلم لمقصده فكشف عن كتفه فإذا به ثآليل وشعر مجتمع، فقاعد يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ورجله ويديه والرسول صلى الله عليه وسلم يدرأه. قال له ما جاء ماذا بك يا سلمان؟ قال له على رحلته بدل انه طلع من بلدته يجي في فارس الى انه وقع في ايد راهب. قال له كان ياخذ الصدقات وياكلها ويخزنها عنده، فلما مات دلهم سلمان على مكان الصدقات اللي كان بياخذها ويخزنها. فجه بعد منه واحد قال له جاء حان موعد نبي يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة ولا يقبل الصدقة. فلما شاف من الرسول صلى الله عليه وسلم كده وامتحن الموجودين بالسؤال ده عرف أنه نبي. تحققت الثانية لما شاف خاتم النبوة بين كتفيه. البشائر النبوية كثير كثير أجد كثير.